السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. طبعا النهارده معانا فنجان برج العقرب لشهر يونيو، شهر 6 الجديد. ان شاء الله باذن الله يدخل عليكم الشهر بالخير والرزق والتفاؤل والهنا والسعاده وراحه البال لقلبكم. اللهم امين يا رب العالمين. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. كتروا في الاستغفار وفي الدعاء بيغير القدر. طبعا زي ما احنا متعودين هندخل على الفيديو بالطاقه الايجابيه وهنركن الطاقه السلبيه على جنب لحد ما نسمع الفيديو. لو الفيديو عجبنا هنضغط لايك للفيديو ونكتب تعليق جميل زيكم. لو الفيديو ما عجبناش اطلعوا منه، ما تكتبوش اي حاجه ولا تعليق ولا لايك ولا اي حاجه، يكون انا ما استاهلش اي حاجه منكم. بس ان شاء الله باذن الله هيكون عندكم الخير وعندكم الرزق لشهر يونيو، وعندكم امور كتيره جدا 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 باذن الله تفرح قلبكم وتريح بالكم وتديكم السعاده والهنا اللي انتوا عايزينها. بسم الله ما شاء الله. برج العقرب عايش في دوامة، العقرب عايش في دوامة ومش عارف يستقل بنفسه ونافر حياته عن بقية الأشخاص. برج العقرب، برج العقرب وأخيرا هترتاح وأخيرا هتقول أنا تعبت، أنا عفرت ووصلت، تعبت وزهقت وعفرت وكل المشاكل حصلت لي، بس في الآخر أنا وصلت، وصلت بتعبي ومجهودي. عندك وصول لهدف، عندك وصول لهدف، بس في حد هيجيلك في نص الطريق وعايز يرجعك، في حد هيجيلك ويبقى عايز يرجعك من اللي انت بنيته كله. لا يا برج العقرب، اوعى ترجع لاي حد من الماضي ولا اي حد سبته في حياتك. بص يا برج العقرب، اول حاجه الفتره اللي جايه دي انت هتكون منصور وهيكون راسك مرفوع، هيبقى عندك انطلاقة جديدة وهيكون عندك فرحة حلوة في أرض بيتك بإذن الله. في أرض بيتك هيكون عندك فرحة حلوة وفي حد هيدعمك، الدعم ده هيكون من ناس كتيرة بتحبك وعايزاك تكون أحسن بكتير جدا. بس انت حاول توزن أمورك وحاول توزن تصرفاتك. فتاة العقرب تعبانة، فتاة العقرب ما عندهاش أي علاقة عاطفية بتكمل أبدا، فتاة العقرب ست قوية جدا جدا جدا. تحياتي لفتاة العقرب، ست قوية جدا، بتعرف هي عايزة ايه، بتعرف هي تتعامل ازاي، بتعرف ازاي تلعبها صح وبتعرف تكسبها ازاي. بس دايما علاقتها العاطفية بايظة، دايما علاقاتها العاطفيه مكروهه. ست العقرب مكروهه، مكروهه عشان شخصيتها قويه، بتمشي على الارض بتمشي على ارض صلبه، حظها قليل. عندك حد هيمسكك وهيوصلك للهدف اللي انت عايزه باذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. طيب برج العقرب، ليه دايما بتحس كده ببطنك وجعاك من وقت للتاني، صداع مستمر؟ يعني ليه بطنك وجعاك دايما؟ حاسس ان المشاكل كتير عليك ومهموم من وقت، يعني بعد ما تفرح تلاقي نفسك فكرك سرح للهم، تلاقي نفسك مبتسم تلاقي تفكيرك سرح للهم، تلاقي نفسك في فرح بتلاقي نفسك سرحت للهم. ليه يا برج العقرب؟ ليه مخلي الحاجات الوحشه هي بس اللي تسيطر على حياتك؟ رغم ان انا في حاجات كتيره جدا حلوه في حياتك، بس دايما انت باصص بس للحاجات الوحشه. لا لا، حاول توزن امورك، عندك امور كتيره جدا حلوه، عندك امور كتيره جدا فيها سعاده وهنا باذن الله. اول 10 ايام من شهر يونيو هتروح للمكان الصح برجليك، اول شهر يونيو هتروح للمكان الصح برجليك وهيبقى عندك خير وعندك حاجات كتيره جدا. انت برج العقرب مشكلتك ان انت طيب وحنين جدا، عزه نفسك عاليه، كبريائك عاليه، دايما بتخلي اللي يعني بتخلي الناس بتصرفاتك تفهمها غلط، رغم ان انت العكس، رغم ان انت طيب وحنين وعزه نفسك عاليه غاليه عليك وكبرياءه، بس دايما هما بيحسوك متكبر، بيعاملوك كده بطريقه مش كويسه. عندك اعداء كتيره جدا يا برج العقرب، عندك اعداء كتير جدا جدا، عندك كذا حاجه ببالك شغله بالك انت مستنيها وبتدعي ربنا تتحقق. عندك كذا حاجة انت شغلة بالك وبتدعي ربنا تتحقق. انت من الاشخاص اللي هي بتصون العشرة ومستحيل تغدر ولا تخون، بس دايما متخان ودايما مغدور، دايما متخان ودايما مغدور. نفسك تفرح وبتقول يا رب فرحني انا اتظلمت كتير، نفسك تفرح وبتقول يا رب فرحني انا اتظلمت كتير وقلبي وجعني. برج العقرب، صحتك انتبه عليها وخلي بالك منها كويس جدا، من بعد صحتك انت ملكش اي لازمه،
والدوامة اللي انت فيها دي هتطلع. بص يا برج العقرب، الناس اللي ظلمتك، الناس اللي ظلمتك وكسرت قلبك بإذن الله ربك هيوريك فيهم يوم في طريق مظلم عندك، ربك هيحط لك القمر وهينوره لك وهيديك شمعة تنور بيها باقي حياتك عشان انت اتظلمت. ربك هينور لك كل الطرق المقفولة في وشك، بس انت اهدى واستقل واصبر اصبر، ربنا قادر على كل شيء. من الناحية العاطفية شايفة ان انت هتتعرف على حد جديد وهيبقى عندك استقرار في الناحية العاطفية، هيكون عندك استقرار وهيبدأ حياتك تتظبط من بعد ما حياتك كانت كتيرة جدا بايظة. انت الايام اللي الفترة خدت فترة في الفترة فاتت، كل يوم كان بيعدي عليك بتموت الف مرة، كل يوم كان بيعدي عليك بتموت الف مرة من غير اي سبب ومش عارف ليه، دايما كان عندك الم في قلبك، وجع في حياتك، مش عارف، انت تعبان جدا يا برج العقرب، من وقت للتاني بتحس بالتعب وتحس ان انت حياتك بايظة. طيب ايه الست الكئيبة اللي بتديك طاقة سلبية دايما في حياتك؟ ست كئيبة بتديك طاقة سلبية. طب ايه التهمة اللي اتحطت عليك وبتدافع عن نفسك وبتحلف اليمين ان انت ما عملتهاش او ان انت مظلوم فيها وان الناس ظلماك؟ عندك تهمة بطلة مظلوم فيها يا برج العقرب. ما تخليش اي حد يستفزك ولا يستغلك يا برج العقرب ابدا. انت بتوقع نفسك في مشاكل بسبب طيبة قلبك، طيبة قلبك بتوقع نفسك في مشاكل. بلاش تعاند نفسك وبلاش تعاند اللي حواليك، بلاش تعاند نفسك وتعاند اللي حواليك عشان ما تخسرش كتير، مع رغم ان انت خسرت كتير جدا بسبب عندك، بس بلاش تعاند، مش كل مرة هتكون من حظك يا برج العقرب. برج العقرب انا شايفة ان انت هنا بتعيط وبتدعي ربنا وبتقول يا رب انا تعبان من كل النواحي، يا رب انا حظي قليل، قلبي مكسور، تعبت، حاسس بالاحباط، وحسبنا الله ونعم الوكيل. شايفة ان انت دايما بتدعي ربنا بالدعاوي دي. لا يا برج العقرب، ربك هيفرحك، جرحك هيتلم، الماضي اقفله ورا ظهرك، انسى اللي فات، ابدأ وكمل وعيش، حياتك لسه فيها جديد، فيها فرحة، فيها خير، فيها رزق، فيها تفاؤل. شهر يونيو أول 10 أيام فيهم خير ليك وفيهم فرحة، أوزن أمورك صح، تصرف صح، سيبك من كل اللي فات وحاول تتأقلم على حياتك الصح، عشان شايفة أن عندك حاجات كتيرة جدا حلوة بإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. أنت داخل في مشروع، المشروع ده هياخد الدعم منك وهياخد نجاحك وهياخد كل حاجة حلوة في حياتك وهينجح بإذن الله وهيكبرك وهيحسن حياتك بإذن الله. بسم الله ما شاء الله يا برج العقرب، عندك مولود جديد يا برج العقرب، عندك مولود جديد. طيب بص يا برج العقرب، الأيام اللي جاية بإذن الله بفضل ربنا هتسمع خبر هيهز قلبك من الفرحة، هيهز قلبك من الفرحة. في مكان انت عايز تروح يا برج العقرب، في مكان عايز تروحه يا برج العقرب، مكان وانت مش عارف تبدأ تروحه ازاي، او الله اعلم عايز تغير المكان اللي انت فيه. في يا برج العقرب عايز تشتري حاجة معينة في بالك، عايز تشتري عربية ولا عايز تشتري سكن ولا عايز تشتري بيت الله اعلم، او عايز تشتري هدوم جديدة، في حاجة معينة انت عايز تشتريها ببالك، شغلة بالك بتفكر تشتريها ازاي او تبدأ فيها ازاي. الناس كلها بتتكلم عليك يا برج العقرب، الناس كلها بتتكلم عليك، في ناس كتيرة جدا مزعجة، الشارع كله بيتكلم عليك، ناس كتيرة جدا بتكرهك بتتكلم عليك، ولو هم ما بيكرهوكش برضو بيتكلموا عليك عشان انت شخصيتك قوية جدا. انت الفترة اللي فاتت مفيش اي حاجة حلوة حصلت لك فرحتك، مفيش اي حاجة حلوة حصلت لك فرحتك، لدرجة ان انت بقيت بتعاني يا برج العقرب ولحد الان بتعاني، بس انا عايزك تفرح. شهر يونيو ده غير كل الاشهر، شهر يونيو ده ان شاء الله هيديك الطاقة الايجابية وهيديك الحاجة الحلوة اللي انت مستنيها باذن الله، بس حاول تحسب امورك وحاول تسمع اكتر ما تتكلم وبلاش تعاند نفسك خالص. طيب احب ابشركم اول حاجة وبشرة خير، انتوا عندكم طيارة، لا اما انتوا بتحلموا بسفر
طبعا عشان القراءة تنطبق على الجميع، فممكن البعض منكم يكون مستني رجوع حد من سفر، أو البعض منكم عايز يسافر، البعض منكم عايز يشوف أحبابه، عنده لقاء حلو مع أهل، مع مقربين، الله أعلم. بس انتوا الفترة دي عندكم تحقيق هدف طال انتظاره. في مشكلة كبيرة وقع عليكم، المشكلة دي من حد معين انتوا ما توقعتوش ابدا انه يحط عليكم الحطة دي. فالمشكلة اللي عندكم دي بإذن الله هتتحل الفترة دي ان شاء الله. انتوا داخلين على ايام فيها راحة، داخلين على ايام فيها انتصار. عندكم عصفورة، العصفورة اللي عندك دي هتجيب لك خبر طال انتظاره. الخبر ده متعلق بيك انت شخصيا، ممكن يكون متعلق بورق محكمة، الله اعلم. بس دايما اقول لكم ان انتوا بيظهر لكم شد وجذر بينكم وما بين العيلة، دايما في مشكلة بينكم، دايما مش لازم يكون في نفور، في شوية ضغوط، في شوية هم، شايلين مسؤولية. بس انتوا هنا خدتوا قرار حاسم، والقرار الحاسم ده ان انتوا تخرجوا ناس من حياتكم. ليه؟ علشان لقيتوا الناس دي، يعني الناس دي ما توقعتوش ان انتوا تتصدموا منها الصدمة الكبيرة. انتوا ما بتشتكوش لهم لحد، انتوا دايما بتشتكوا همكم لربنا. ظهركم انحنى من كتر اللي انتوا شايلينه فوق كتفكم. اهدوا شوية وهدوا اعصابكم علشان خاطر الوجع اللي انتوا فيه ده محدش حاسس بيه. انتوا معروفين عنكم ان انتوا اشخاص طيبين جدا، بس ما تزعلوش مني، كلامكم دبش في التسرع وفي الغضب، يعني عصبيين جدا الفترة دي. البعض منكم 99 عنده القولون العصبي، تساقط شعر، مشاكل في الجسم بسبب ان هو انتوا عصبيين زيادة عن اللزوم. في الشريك في علاقة تانية، او الشريك حد عايزه ياخده منكم، فياريت لو انتوا عايزين الشريك تلموا شوية. دايما دايما من اهل الشريك بيتحط عليكم، حاطينكم في خانة المشاكل، خانة السلبيات. عندكم مولود جديد بإذن الله وهينور حياتكم وهيبشركم باللي انتم محتاجينه. كمان دايما يظهر لكم حرف الام وحرف الايه، دول موجودين في حياتك، بين او موجودين في حياتك بينهم، ما بين علاقة بينكم وبينها امور. انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم. البعض منكم ممكن يكون بيحب الحيوانات، البعض منكم بيحب الحصونة، بيحب الحصان، بيحب القطط، بيحب الكلاب. في ناس عندكم انتوا بتحبوا الحاجات دي. كمان انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، الدايرة اللي انتوا مفتو اللي فيها دي، حرف السي اللي انتوا فيه، انتوا خلاص قربتوا تخرجوا من الخانة، الخانقة وخانة الضيقة، وكمان هتطلعوا من الضغوط اللي انتوا حاليا فيها. كمان ممكن البعض منكم يكون عنده صلح مع الشريك او مع اهل الشريك، عندك قعدة لطيفة وعندك صلح حلو، وفي نفس الوقت ممكن كمان الخلاف اللي بينك وما بين حد ده هيتفتح تاني، وكل واحد هيقول حاجة. في واحدة ست، الست دي عينها عليكم، الست دي معاها بنت صغيرة، الست دي عاملة زي العقربة، دايما بتلف حواليكم كده، عايزاكم تاخدوا بالكم منها كويس جدا. الست دي بوشين. كمان انتوا هنا داخلين في لقاء، اللقاء ده هيغير من حياتكم او انتوا مستنيينه. كمان انتوا مشتاقين لسماع صوت حد، في حد عندكم انتوا مشتاقين تسمعوا صوته او نفسكم تسمعوا صوته، او البعض منكم في اسئلة وعايز اجابة. بس هنا عندك شوية ضغوط، والضغوط دي مخلياك زعلان، مخلينكم زعلانين، مخلينكم خنوقين. في شوية جوه قلبكم، شوية زعل جوه قلبكم، شوية خوف، شوية ركود. التعبان اللي بيجري وراكم ده عامل زي اللي يعني عايز يوقعكم بأي طريقة. بسم الله. كمان هنا انتوا هنا في تعرف على حد جديد في حياتكم، الحد اللي هتتعرفوا عليه ده هيقف معاكم وهيساعدكم. بس زي ما قلت لكم انتوا عندكم اوجاع بسبب الحسد وطاقة التفكير اللي مضغوطة عليكم. عندك كمان حاجة هتتحقق الفترة اللي جاية دي على جميع المستويات بتاعتك. بس عندك جرح مازال بينزف، في جرح عندك مازال ينزف وفي وجع. انتوا حواليكم دايما ناس في النفاق علشان انتوا متألقين. طيب هقول لكم الحسد ده جاي لكم من ايه. الحسد ده اولا جاي لكم من الضغوط النفسية اللي انتوا فيها، تاني حاجة الحسد ده جاي لكم من ان انتوا متألقين، وان انتوا اشجاع، من ان انتوا يعني ابسط ما فيكم لبسكم محدش بيلبس زيه، دايما بتلبسوا لبس ما حدش يعرف يجيبه، وبتتحسدوا ما شاء الله عليكم بشرتكم صافية، ما شاء الله عليكم
عيونكم جميلة جذابة ودايما بيجيلكم الوجع على طول، انتوا دايما معرضين للحسد، فلازم تكتموا وتداروا. البعض منكم مش ناقص، اللي فيه مكفيه ومحدش حاسس بيكم. انتوا هنا بسم الله كمان ما شاء الله عليكم داخلين في حاجة جديدة هتفعلوها، الحاجة الجديدة دي هتغير من تفكيركم 180 درجة. ليه بقى؟ علشان خاطر هتاخدوا قرار جديد في حياتكم. طيب في اتنين انتوا مش يعني في اتنين انتوا مش حابين تكونوا او مش حابين يكونوا موجودين في حياتكم، يعني انتوا عندكم اتنين بقدر المستطاع عايزين تطلعوهم بره حياتكم. طيب البعض منكم باله مشغول تفكير، انتوا يعني مش مديين نومكم الراحة الكويسة، دايما في تعب بيظهر لكم والتعب ده بيطلع ليكم على العصبية بتاعتكم. انتوا داي قلة النوم بدأت تظهر على وشكم، البعض منكم عنده الهالات سودة، البعض منكم الأنيميا بتاعته زادت، أنيميا حادة، بتجيلكم دوخة من غير أي سبب، فخلوا بالكم من النقطة دي وبلاش التفكير 24 ساعة. حتى في نومكم بتحلموا بأحلام بتقومكم من النومة، طاقة الحسد الشديدة دي هي اللي مسببة لكم بعض الصداع في الدماغ والألم اللي في الظهر اللي بيظهر لكم على هيئة وجع طبيعي. كمان انت هنا بص ما شاء الله عليكم، يعني هتكتشفوا حقيقة ناس بتمثل عليكم البراءة، ناس مخادعة وكذابة بتمثل عليكم وش الحنان والحب. وفي حاجة هتفرحك قوي بخصوص فرح او بخصوص خطوبة عندك او بخصوص حاجة انتوا بتحبوها قوي. كمان الوقت اللي انت فيه ده في صالحك، بس مش عايزاكم تاخدوا قرار في وقت عصبية ووقت تسرع، خلوا بالكم كويس جدا. والبشرة اللي هنتوا مستنينها بعد كام يوم دي هتجيلكم، وممكن حد عارف ظروفكم لإما هيسلفكم فلوس لإما هيقف، انتوا هتقفوا معاه، يعني في تبادل عندك وفي راحة. وممكن كمان انتوا تعرضوا على حد عرض او حد هيعرض عليكم عرض، الله اعلم، بس في عرض عندكم وهيتقدم في الخير. كمان البعض منكم 80% هيحسن وضعه المادي، فيه تحسين عندكم في وضع المادي الفترة دي. انتوا في حاجة محطينها في دماغكم وعايزين تشتغلوا عليها بأي طريقة ما زالت موجودة. اي نعم انتوا محسودين بس دايما متألقين. كتر البكا عندكم ده من قلة الحيلة بتاعتكم، انتوا ما كنتوش كده، يعني انتوا ما كنتوش كده خالص، كنتوا بتعافروا وبتجهدوا وتوصلوا لهدفكم، بس اليومين دول من كتر الحقد والغل اللي عليكم والعلاقات السامة اللي انتوا فيها او العلاقة اللي اخدت من طاقتكم ما بقيتوش مستحملين اي حاجة، ومعرضين دايما للاستغلال بسبب طيبة قلبكم وبسبب اللي في ايدكم مش ليكم، فلازم تبعدوا عن اي طاقة سلبية متأثرة عليكم. كمان انتوا هنا محرومين من اطفال او محرومين من لقاء حد، او في حد عندكم اتوفى فاتحرمتوا منه الله اعلم، بس حصل عندك حرمان وانتوا دي حاجة طبعا تعباكم. دايما مالكمش اي حظ في علاقاتكم العاطفية، ليه؟ علشان دايما انتوا لما بتحبوا بتحبوا بضمير قوي، بتكونوا مخلصين، ودايما لما بتقعدوا لما بتدخلوا في علاقة بتلاقوا الشريك لاما خاين لاما وراه مشاكل لاما في علاقات سلبية، وده طبعا انتوا الحال ده مش راضيكم علشان انتوا بتحبوا الحياة البسيطة. في حد عندكم متعمد، مش متعمد، هو اصلا مولود للأذى بتاع الناس، اهو الحد ده مقرب ليكم وانتوا عارفينه كويس جدا ولسه كنتوا معاه، خدوا بالكم الحد ده ما بيحبش الخير لحد، العين ما بتحبش تشوف اللي احسن منها، فياريت خلوا بالكم من النقطة دي كويس. كمان انتوا هنا في واحدة، الواحدة دي بيضة طلع لها علامة في وشها، العلامة اللي في وشها دي يعني ممكن تكون حسنة او ميزة، بقها كبير، مناخيرها كبيرة، خلوا بالكم من خلوا بالكم منها، هي بتحبكم بس مش عايزاكم تكملوا مع الشريك، ليه؟ علشان المشاكل والضغوط اللي انتوا فيها، فخدوا حذركم كويس جدا من اي مشكلة سلبية بتتوزع عليكم او من اي ضغوط من الناس المقربة ليكم. ليه؟ علشان الضغوط اللي انتوا فيها
مكفياكم، مش عايزين ضغط ولا عايزين مشاكل سلبية. فيا ريت تهدوا اعصابكم الفترة دي على قد ما تقدروا، وزي ما قلت لكم اوعوا تاخدوا قرار وانتم متسرعين، خدوا قراراتكم وانتم هاديين علشان خاطر الحيرة والتوتر اللي انتم فيه والضغوط النفسية. ان انتم زرعتوا كتير خير، زرعتوا كتير امور في حياتكم. الفترة دي هي فتحت النعمة اللي عندكم، هي الطاقة الجديدة، تحسين مستقبل، عندكم نصرة على أعداء، عندكم خروج من محنة، خروج من ضيق، خروج من كسرة قلب، خروج من حاجة شغلة بالكم الفترة دي. عايز أقول لكم إن في مية هترجع لمجاريها، يعني إيه؟ في علاقة حب، زواج، ارتباط، في حاجة هترجع عندكم حق، الله أعلم. في كمان فوز، انتوا هتفوزوا بحقكم الفترة اللي جاية، لان انتوا دايما واثقين في ربنا وثقتكم في ربنا عمر ربنا ما يخيب ظنكم. بس في ناس دايما بتسوء فيكم الظن، في ناس دايما ظلماكم، في حاجة اتأخرت عليكم، لكن ربنا هيكرمكم من حيث لا تحتسب. بلاش الاستعجال وبلاش الطاقة السلبية اللي حاليا مسيطرة عليكم. عندكم حد بيوعد فيكم وعمره ما بيوفي بالوعود بتاعته، وكل ما بتتكلموا معاه ما بتلاقوش منه غير رد بارد، وده طبعا انتوا بتكرهوا البرود. عندكم وجع في قولون، وجع في معدة، وبتاخدوا علاجات الفترة دي. كمان البعض منكم هنا شغال على نفسه، لان هو فاضل حبة حاجات ويطلع للطريق بتاعه اللي هو نفسه فيه. قلبكم موجوع الفترة دي بسبب واحدة او بسبب حد خانكم وظلمكم. كمان انتوا هنا عندكم حاجات جديدة بتنشوها في حياتكم، لان انتوا تعبتوا. البعض منكم بيعاني من بعد التأخير حاجات عليه. في طلاق عندكم، حد بيفكر في الطلاق او حد عايز يتطلق. يا ريت الناس اللي بتفكر في الطلاق تخلي بالها كويس جدا، وبلاش تاخد قرارات الفترة دي، لان قراراتكم هتكون محسوبة قوي وممكن تندموا عليها. في شخص كمان عايز يجي ويعتذر لكم عن حاجة عملها، او عن موضوع، او عن حاجة كل اموالكم فيها، الله اعلم. حرفيا عايز يجي ويعتذر لكن خايف منكم، لان هو عذبكم قوي وظلمكم بشكل غير مباشر. بفضل ربنا سبحان الله وتعالى كمان هيكون عندكم ايمان بالنفس قوي الفترة دي، وهتحاولوا تحققوا حلمكم او تحققوا الحاجة اللي طالت انتظارها عندكم. كمان انتوا هنا معاكم ما شاء الله عليكم ربح جاي، والربح اللي جاي ده هيكون خير، خطوة جديدة، طاقة جديدة، فرحة طالت مرادها الله أعلم، لكن بإذن الله هتكون في نعمة هتفرحكم وهتنصركم على من عداكم، لأن انتوا عندكم فوز عظيم بنفسكم. بس انتوا دايما ما بتحبوش الشراكة في أي حاجة، لأن الشراكة بتخسركم كتير، أو انتوا دايما بتحبوا تكونوا منعزلين لوحدكم، دايما عايشين في تألق ودايما عايشين في راحة بينكم وبين نفسكم. لكن العيون بتتأثر عليكم بسرعة، يعني العيون بتأذيكم بسرعة. ليه؟ لان انتوا الفترة دي من اكتر الفترات اللي نجمكم فيها خفيف. اقدر اقول كمان ان انتوا عندكم غشاوة على عينكم في حاجات انتوا مش عارفين توضحوها. عندكم حد مريض، والحد المريض ده تعبان جدا، لكن بإذن الله ربنا هيشفيه بفضل ربنا. كمان انتوا راضيين قوي بكل حاجة بتحصل في حياتكم، حتى لو قلبكم موجوع والسكينة دبحاكم، لكن انتوا راضيين. وزي ما قلت ان انتوا هتحصدوا حاجات كتيرة جدا زرعتوها. انتوا من صغركم عندكم شجرة وعمالين تسقوا فيها، الشجرة دي بإذن الله وقت ما هتطرح هتطرح عليكم انتوا، لان انتوا استحملتوا حاجات كتيرة جدا محدش يستحملها. وربنا زي ما قلت ان هو كريم عليكم جدا، وعشان كده ما تقلقوش خالص. خلال السنة دي هيكون في تميز، وهيكون في فترة مبشرة بالخير، بس بلاش القلق والحيرة حرفيا. ابعد عن العند، استغنى شهر يونيو، استغنى عن العند كله، وشوف الشهر هيمشي ازاي، وشوف الفرحة على قلبك والسعادة والخير هيبقى في حياتك ماشي ازاي. شايفة كمان انه في هنا من اهل الشريك ظلموك يا برج العقرب، اهل الشريك ظلموك وسببوا لك مشاكل ودمروك نفسيا، واخدوا حقك واخدوا منك شريك حياتك. ربك قادر على كل شيء، ربك هو اللي بيكرم وبيدي وبيعوض. فانا شايفه ان تعويضك من ربنا هيكون كبير وهيكون خير، بس حاول تهدى وحاول تهدئ اعصابك. ربك قادر على كل شيء يا برج العقرب. اتمنى لك الخير والسعاده والهنا والفرحه وكل حاجه حلوه لقلبك وراحه بالك باذن الله بفضل ربنا سبحانه وتعالى.